حياكم الله أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة حلقات اختراعات مجنوني ما راح تصدق إنها موجودة. اليوم معنا اختراع أسطوري يا جماعة، اختراع بصراحة بيغير مفاهيم الأمان لكل الناس اللي مهنتهم القيادة لمسافات طويلة. طيب بداية بحب أذكركم بالاشتراك بالقناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وأكيد لا تبخلوا علينا من اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت الحلو. مثلكم نشوف اختراع اليوم يا جماعة. الاختراع اسمه فاتج مونيتورينج سيستم، جهاز بسيط جدا بيتركب على التابلو تبع السيارة. بكل بساطة فيه حساسات وظيفتها انها تتعرف على علامات الإرهاق في وجهك. فمثلا انت سايق لمسافات طويلة ومعظمنا يعني بنام اثناء القيادة يا جماعة، مباشرة تعرف على اساس انك انت في عندك ارهاق، مباشرة بصير يطلع اصوات عالية حتى ينبهك اثناء القيادة. طلعوا لي امامكم الان، تتثاوب اخينا بالله، مباشرة الجهاز اول مرة بيعطي صوت، اذا تكرر الموقف بيعطي صوت اعلى واقوى حتى انه ينبهه انه انتبه انت يعني you are driving right now. جهاز عجيب يعني التقنية اللي فيه خرافية جدا والبطاقة تبعته أسطورية بكل معنى الكلمة، حتى تتعرف على تقنية معالم الوجه. حاصل على جائزة ب 2021، جهاز اسمه Driving Fatigue Monitoring System. Good luck.